مشاهدينا الكرام، فقرتنا القادمة هي فقرة صفحة كتاب، نتعرف بها على تفاصيل جديدة وكتاب جديد. شكرا للدكتور أسامة أكيد على تقديمه ومساعدتنا بهذه الفقرة. نتابع الكتاب ونتعرف على تفاصيله ومن ثم راجع لكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وفقرة جديدة من فقرات برنامج سامراء الصباح، فقرة صفحة كتاب. وكتاب حلقتنا لهذا اليوم حقا المجني عليه في العدل والمعرفة، أي في القضاء الدولي، للدكتور الأستاذ الدكتور براء منذر كامل عبد اللطيف والدكتور باسل مولود يوسف. الكتاب صادر عام 2018 وهو من القطع الكبير. يقول الكتاب في مقدمته أنها تتجلى ملامح حقوق المجني عليهم في العدالة في العديد من المواثيق الدولية والأقليمية المهمة، فقد نصت جميع هذه المواثيق على حق الإنسان في العدالة والحق في معرفة الحقيقة. ولأجل هذا ارتأينا البحث في هذا الموضوع ومناقشته من جميع الوجوه. ومن أهم التساؤلات التي يطرحها موضوع الكتاب أو مؤلفهم هذا، ما هي هذه الحقوق وما هي مسؤولية القضاء الجنائي المحلي في تحقيقها، وما هي مسؤولية القضاء الجنائي والمحاكم الجنائية الدولية في تحقيق تلك الحقوق، وما هي طبيعة القرارات التي تصدرها تلك المحاكم، وما هي طبيعة القضايا التي تنظرها، وما هو الأثر المترتب على هذه القرارات التي يصدرها. وللوقوف على تفاصيل الموضوع، تمت مناقشته بفصلين، حيث نوقش في الفصل الأول الحق في العدالة بمبحثين. كان المبحث الأول تجريم الأفعال التي تعد انتهاكا للأمن والسلم الدولي، أما في الثاني فقد تمت مناقشة آلية تنفيذ النصوص التجريبية. أما في الفصل الثاني فقد تناول الكتاب دراسة الحق الثاني، وهو حق معرفة الحقيقة بثلاثة مباحث. ففي الأول تمت دراسة إجراءات اشتراك المجني عليهم في الدعوة، أما في الثاني فقد تم تناول موضوع حماية أمن السلامة الجسدية والنفسية وكرامة وخصوصية المجني عليهم، وفي الثالث تناول المساعدات المقدمة للمجني عليهم. حقيقة خلص الكتاب إلى عدة مفاهيم ونتائج. فتقول النتيجة الأولى أن حقا مهم من حقوق المتهم وهو الحق في العدالة، إذ نوقش تجريم الانتهاكات التي تمس حقوق الإنسان والتي تؤدي بالضرورة إلى المساس بالسلم والأمن الدولي، محدثة اضطرابا في الأمن والنظام العام للجماعة الدولية. ولقد انتهجت الدول هذا النهج نتيجة عاملين رئيسيين. الأول تاريخي، حيث كان المجني عليه في الأزمنة القديمة يسود على ما عداه. الكتاب طبعا فيه من المصادر والمراجع الكثير، ولكن أود أن أتكلم قليلا عن سيرة الدكتور براء منذر كامل عبد اللطيف، والذي يحمل لقب أستاذ دكتوراه في القانون والتخصص الدقيق قانون الجنائي الدولي محل وتاريخ الولادة عام 1975 في العراق، وحاصل على شهادة دكتوراه عام 2005، وحاصل على لقب أستاذ عام 2013. شارك في العديد من المؤتمرات، منها 24 مؤتمرا دولي. أما المؤلف الآخر فهو الدكتور باسل مولود يوسف، الباحث والناقد. فتاريخ الولادة تكريت 64، وتحصيله العلمي حاصل على شهادة دكتوراه فلسفة القانون العام، المهنة تدريسي في جامعة لاهاي الدولية، ولديه الكثير من المؤلفات، تجاوزت أكثر من 14 إلى 15 مؤلف في مختلف الاختصاصات، وحضر الكثير من المؤتمرات العلمية، وهو عضو في نقابة الصحفيين العراقيين، وعضو اتحاد المؤرخين العرب،
وعضو الهيئة الاستشارية لدار الإبداع للطباعة والنشر. أحبتي، الكتاب قيم ومهم وفيه من المعلومات التي يشكر عليها المؤلفان الدكتور براء والدكتور باسل. إلى حلقة جديدة أخرى، تقبلوا مني أجمل وأرق التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.